نوع السفن اللي بتعدي ونوع السفن اللي بتحجم، يعني اي نوع بيعدي بيقول يعني عنده الجرأة انه يمر بقناة بالبحر الاحمر، وايه النوع التاني اللي بيفضل انه هو يمر برأس رجاء الصالح؟ شوف حضرتك، هي سفن الحاويات الكبيره العملاقه وسفن حاملات السيارات، دول الكبار اللي بيعدوا من راس الرجاء الصالح، لان دول طبعا بيتحملوا كمان البحر، الاحوال الجو المائيه السيئه، نحن في فتره الشتاء بعد المحيط الهندي، وطبعا دي السفن اللي ممكن تتحمل الطريق ده، والطريق بيبقى طويل طبعا، بيزيد حوالي من 10 ل 15 يوم تقريبا حسب سرعه السفينه واحوال الجو المائيه عن قناه السويس. فدول، لكن اغلب اللي بيمر عندنا دلوقتي اغلبه يعني بقى عامه او سفن الوقود والغاز. هل عندك توقع أن يؤثر هذا التوقف عبر البحر الأحمر وقناة السويس على سلاسل الإمداد، على أسعار النفط في الفترة القريبة القادمة؟ لا، هو اثر خلاص، مش لسه ما اثرش، زي ما بقول لحضرتك يعني التاثير باين في العالم كله، مش بس قناه السويس، كلنا متاثرين. يعني لما نقول ان الرحله زادت على صاحب الشركه، زادت من 10 او 12 يوم ل 15 يوم مع خطوره عبوره في راس الرجاء الصالح في الوقت ده، مع استخدام وقود اكثر، سونار اكثر، مع تامين، نسبه تامين للمخاطر الكبيره للحاويات، ونسبه تامين من شركات التامين على السفن ديت، كل دي والحاويات اللي زادت، يعني السفن المتوجهه لموانئ البحر الاحمر وصلت الحاويه دلوقتي لحوالي 4000 دولار بعد ما كانت 750 دولار او 1000 دولار، اللي الشرق الاقصى لشمال اوروبا مثلا وصل دلوقتي حوالي 3000 دولار، فيعني كلها حاجات علاوة على زي ما حضرتك قلت سلاسل الامداد، سلاسل الامداد دي مهمه جدا، يمكن سلاسل الامداد دلوقتي في نقص فيها كبير جدا في المصانع وفي الشركات وفي المحلات، المواد الخام، قطع الغيار، المواد الغذائيه، كل دي اصبحت البضاعه بتتاخر بالاسبوعين، ففي حتى منها بضاعه ممكن تبوظ، فلا تاثير على العالم كله موجود وبدا يظهر وجان دلوقتي، يعني من اخر ديسمبر بدا يبقى في بطء في حركه السفن، تقليل من عدد السفن اللي بتعبر في، لان خلينا نقول ان احنا يعني البضاعه العالميه كلها 90% منها بيمر في البحار، واحنا بناخد منهم 12%، فلا في تأثير طبعا، تأثير كله على العالم كله مش على قناة السويس.